أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول مقتل 27 عنصرا إرهابيا خلال العملية التي أطلق عليها اسم الأسد المتأهب في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي الموصل. قال اللواء يحيى رسول إن العملية أطلقت في 9 من هذا الشهر في سلسلة جبال مخمور الواقعة جنوب شرقي مدينة الموصل، واستهدفت بقايا عناصر تنظيم داعش الإرهابي، موضحا أن العملية تشهد تنسيقا بين جهاز مكافحة الإرهاب والقوى الأمنية المختلفة. من العاصمة العراقية بغداد ينضم إلينا دكتور محمد نعناع الكاتب والمحلل السياسي. دكتور محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. ما الذي تستهدفه هذه العملية أو سلسلة العمليات المتلاحقة التي تواجه بقايا تنظيم داعش؟ مساء الخير، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. هذه العمليات هي ضمن استراتيجية تسمى في العراق تقطيع الأوصال بين المجموعات الإرهابية، بمعنى أنه عزل كل منطقة من مناطق الشمالية والغربية لوحدها، وبعد ذلك القيام بعمليات أمنية تكتيكية لاصطياد الرؤوس الإرهابية، وعملية عزل المناطق لوحدها وتقطيع أوصال الإرهابيين تساهم في تحقيق 3 نتائج مهمة. الأولى هو السيطرة على مناطق العمليات لهذه المجموعات الإرهابية، والثانية هي تحييد القيادات الكبرى أو العليا من إرسال معلوماتها وإرسال أوامرها بشكل سريع، والنتيجة الثالثة هي عدم إتاحة الفرصة للتخطيط لعمليات انتحارية تكون هي الأشد وهي الأخطر، مثل اللي حصل في ساحة الطيران قبل تقريبا 5 أسابيع أو 6 أسابيع. فهذه الاستراتيجية استراتيجية تقطيع أوصال. يعني هذه نقطة مهمة دكتور نعناع، عندما نقول أن العراق يقوم بهذه الأدوار أو بهذه العمليات الموسعة عند الحدود السورية العراقية، في صحراء الأنبار، في جبال مخمور جنوب شرقي الموصل مثلا، ثم تأتي الهزات الارتدادية في عمق العاصمة العراقية بغداد كما كان حاصلا في تفجيري ساحة الطيران، هذا يقود إلى السؤال حول جدوى تنفيذ هذه العمليات في تلك المناطق بينما الهزات تحصل في عمق العراق. دكتور محمد، دكتور محمد، يبدو أن هناك مشكلة في أن نتم هذا الاتصال مع دكتور محمد نعناع، لعلنا نعود إليه لاحقا لنحاول فهم أكثر ما يجري في العراق الذي أعلن في غضون عام 2016 القضاء على آخر معاقل ما يعرف بتنظيم داعش الإرهابي في عمليات عسكرية امتدت لفترة طويلة شاركت فيها قوات الجيش العراقي بإسناد من طيران التحالف وقوات البشمركة وبعض الهيئات والقوات الأخرى التي انخرطت في تنفيذ هذه العمليات. أعلن رئيس الوزراء العراقي حينها حيدر العبادي القضاء على آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي بعدما كان قد خسر آخر معاقله في الأراضي السورية، لكن على ما يبدو وعلى مدار الأشهر الأخيرة المنقضية الأمور عادت من جديد، ولو كان ذلك حتى بين فينة وأخرى، لكن الأمور التي عرفها العراق على قدر كبير من الاستقرار على المستوى الأمني والعسكري، يبدو أن هناك إعادة للنظر كبيرة على مستوى تتبع بقايا عناصر تنظيم داعش الإرهابي في هذه المناطق في وقت يحيا فيه العراق على وقع بعض النقاشات المرتبطة بإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر أكتوبر المقبل كما كان محددا لها، وهناك أحاديث تقول بأن الموعد الذي كان مضروبا وفق الآجال الدستورية في العام المقبل عام 2022 سيكون أمرا أكثر مثالية. من جديد عاد إلينا الدكتور محمد نعناع. دكتور نعناع، أنا سألت حضرتك عن العمليات التي تتم في صحراء الأنبار أو في جبال مخمور بينما الهزات تأتي في قلب بغداد، وأنت أشرت إلى ما وقع في ساحة الطيران، جدوى تنفيذ هذه العمليات إذا كان رد الفعل يأتي في قلب العاصمة؟ لا زلنا نواجه هذه المشكلة في الاتصال. نشكر الدكتور محمد نعناع على أي حال الكاتب والمحلل السياسي منضما إلينا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد، شكرا جزيلا له.